الحمد لله رب العالمين، دعانا إلى التضحية في سبيل الوطن والدين، وهدانا بشرعه القويم إلى صراطه المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: وبشر المخبتين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد المضحين وأخلص الباذلين، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، نتناول اليوم موضوع التضحية في سبيل الوطن والدين، خاصة ونحن في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ بلادنا وديننا. نريد اليوم أيها الأحبة أن نتناول من خلال خطبتنا هذه الخطبة الجماعية، أردت أن نتناول موضوع التضحية بمعانيها الشاملة والعامة، التضحية من أجل الدين والتضحية من أجل الوطن العزيز على كل مسلم وعلى كل أبناء الوطن. ونفتتح خطبتنا بتقديم المعنى اللغوي للتضحية. يقال ضحى، يضحي تضحية بالشاة، أي ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى. ويقال كذلك ضحى بنفسه، أو ضحى بمصلحته، أو ضحى بماله في سبيل أمر ما، أمر هام، أو من أجل أمر ما، أي بذلها عن طواعية تلبية لواجب مقدس، أو خدمة لفكرة أو منهج أو جماعة أو دين. واعلموا يرحمنا ويرحمكم الله جميعا أن أفضل التضحية ما كان في سبيل الله وفي سبيل الوطن والدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. يأمرنا المولى سبحانه وتعالى هنا من خلال هذه الآية بأن نكون أنصارا لله، أنصارا للحق، أنصارا للدين، أنصارا للقيم، أنصارا للمبادئ، أنصارا للوطن، أنصارا للإنسانية وللعدالة. عباد الله، إن للوطن حقوقا على المنتسبين إليه، وللدين كذلك واجبات على معتنقيه، من أهمها البذل والعطاء والتضحية والإخلاص والفداء. كل هذه المعاني هي حق لديننا ولوطننا علينا جميعا أيها السادة. فالدين يدعو إلى الحق ويقوم على الحق، والوطن لا يقوم ولا يزدهر ولا يرتقي إلا بالحق. وكيف لا يضحي المسلم من أجل الحق الذي يعد من أسرار الوجود وغايات الكرامة؟ المسلم مطالب أن يضحي من أجل الحق وكلمة الحق ومن أجل هذه الغايات السامية التي يمكن أن تتحقق في المجتمع، للإنسانية، لأبناء المجتمع، للوطن، للقيم، للدين، للمقدسات، إلى غير ذلك. وهو دستور العدالة، أي ديننا هذا هو دستور العدالة الإلهية الذي يستحق البذل
والتضحية في سبيل نصرته. كل مسلم مطالب بأن ينصر الله وأن ينصر رسول الله وأن ينصر الإسلام وأن ينصر القرآن وأن ينصر السنة وأن ينصر القيم والمبادئ الدينية وكذلك القيم الأخلاقية الوطنية. نحن مطالبون بنصر كل ذلك. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر إلى هذا المثال الذي يضربه المولى سبحانه وتعالى. إن الله يحب، بداية الله يقرر أنه يحب، فمن يحب؟ من الذين يحبهم الله؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي كلهم صف واحد، كلمة واحدة، رأي واحد. الاختلاف وارد، الاختلاف ضروري، لكن كلهم لنصرة الحق ولنصرة القيم ولنصرة المبادئ ولنصرة القرآن ولنصرة الشريعة. إذن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ثم يضرب لهم مثال كأنهم بنيان مرصوص، هم كالبناء الذي يشد بعضه بعضا. واعلموا عباد الله أن الحق لا ينتصر وحده، ما ثماش حق يتحقق وحده يا أخياني، لابد من ينصره ومن يحققه. واعلموا أن الحق لا ينتصر وحده، بل لابد له من رجال يدعون إليه لهذا الحق ويبذلون في سبيل تحصيله ويضحون في سبيل نصرته. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي قائمون بالحق، أي ينصرون الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن دائما في كل زمان ومكان لله عباد، لله خلق ينصرون الحق، ينصرون القيم، ينصرون الدين، ينصرون المبادئ السامية التي جاء بها ديننا وقرآننا. أيها المؤمنون، إن مجالات التضحية عديدة. نحن قلنا أن كل مسلم مطالب بالتضحية، فما هي مجالات التضحية وكيف نضحي؟ إن مجالات التضحية عديدة، أهمها التضحية في سبيل الله بالغالي والنفيس، ثم يلي ذلك التضحية في سبيل الوطن، ثم التضحية في سبيل الأسرة والعشيرة والمصالح الخاصة والعامة. إذن أخياني، ثم ترتيب، ثم أولويات، ثم سلم تفاضلي لهذا المبدأ، مبدأ التضحية. أول ما يمكن أن نضحي من أجله هو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذن أن نضحي في سبيل الوطن درجة ثانية، أقول الله، الرسول، القرآن، السنة طبعا، ثم بعد ذلك الوطن، ثم بعد الوطن تأتي التضحية من أجل بقية ربما الأمور الأخرى كالأسرة، كالأبناء، كالزوجة، كالمال، كالعمل، ككل المصالح الأخرى. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة، يقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله يريد أن يشتري منك يا عبد الله، الله يشتري منك، وأنت ستبيع الله. ماذا تبيع الله وماذا سيشتري منك الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين، ماذا اشترى منهم؟ أنفسهم، يعني نفسك،
أن تضحي بنفسك وبدنك ودمك وحياتك وعمرك من أجل الدين، من أجل القيم، من أجل المبادئ، من أجل الوطن، دفاعا عن الوطن، وشهداء الوطن وشهداء الدين في كل زمان ومكان، هم بالعشرات والمئات والألاف يعني يقدمون أنفسهم تضحية من أجل الوطن أو من أجل الدين، أنفسهم راضية، راضية بذلك، لأنهم يعتبرون أن التضحية من أجل الدين، من أجل الله، من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أجل الوطن هي مقدمة على النفس وعلى المال وعلى الأهل وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن أنت نفسك وكل ما تملك من أموال الله يشتري منك ذلك، فهل ستبيع الله أم لا؟ أم أنك لا تريد أن تبيع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما هو الثمن المقابل يا الله؟ إن كنت تشتري منا أموالنا وأنفسنا فما هو المقابل؟ ماذا نقبض؟ ماذا يقبض من يبيع؟ قال بأن لهم الجنة. إذن الثمن مقابل أن تبيع نفسك ومالك وما تملك لله وللدين وللوطن، أنت ستقبض الثمن. الثمن يقول المولى بأن لهم الجنة. الثمن لك الجنة يوم القيامة، لك الجنة تدخلها خالدا مخلدا فيها لأنك من الشهداء. إذن بأن لهم الجنة. ثم يبين المولى كيف باعوا أنفسهم وأموالهم. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتل الكافرين ويقتلون ربما هم ويستشهدون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا حق ربي جعله حق، وعد من الله، ونزل هالأمر في التوراة ونزله في الإنجيل ونزله في القرآن. وعد الله من باع نفسه لله وباع ماله لله بأن له الجنة، وهالأمر ذا تكلم عنه المولى في هذه الكتب السماوية كما بينت الآية. ومن أوفى بعهده من الله، تمشي شكون يوفي العهد كما ربي؟ أبدا أبدا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إنسان وقت يبيع بيعة وبيعة مربحة تلقاه يفرح، يفرح لأنه باع بيعة سمحة. إذن هذه هي بيعة مع الله وبيعة إلى الله، وثمنك تقبضه يوم القيامة جنة وحريرا. إذن قال ربي فاستبشروا، استبشر بهذا البيع، لا تكن مترددا، لا تكن خائفا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. واعلموا عباد الله أنه لا يستطيع البذل والعطاء والتضحية في سبيل الوطن والدين، مش كل حد راه يجم هالبيع هذايا، ليس كل منا يستطيع أن يبيع، وليس كل الناس يضحي، وليس كل الناس يقدم نفسه ودمه وماله في سبيل الله. إذن لا يقدم على هذا إلا من تخلص من الشح، داء الشح والأنانية، حب الذات وحب النفس، وتجرد من المصلحية وحب الذات. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الناجحون. وقال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث، قال حديث طويل اخذنا منه الجزء اللي يعنينا، قال صلى الله عليه وسلم وليقذفن في قلوبكم الوهن. إذن سيقذف الله في قلوب بعض الناس الوهن. لماذا؟ لأنهم لم يتخلصوا من شحهم، لأنهم لم يتخلصوا من أنانيتهم، لأنهم لم يتخلصوا من حب الذات، لأنهم لا يؤثرون شيئا على أنفسهم. قال وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا
وما الوهن يا رسول الله؟ شنو هو الوهن هذا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الناس كل متعلقة بالدنيا، الناس كل تجري على الدنيا، الناس كل قلوبها مشغوفة بالدنيا، الناس الكل متعلقة بالدنيا، لا نفكر في شيء إلا في الدنيا، ها؟ ونكره الموت ونخاف الموت ولا نستعد للموت. قال أهل العلم المقصود بحب الدنيا أي تعلق القلب بها أي بالدنيا الذي يؤدي إلى الأنانية. الدنيا لابد أن نأخذ منها نصيبنا، لابد أن نتنعم بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، صحيح. ولكن عندما تتربع الدنيا على قلب العبد، تتربع على القلب حتى أنها تغلفه وتشغله، فلا يرى بعد ذلك شيئا، لا يرى إلا الدنيا، حتى إذا نظر إلى الحجر رآه نقودا أو رآه مالا. إذن والمقصود من كراهية الموت أي الإعراض عن البذل والتضحية في سبيل الله، وهذه الأوصاف من علامات الإعراض عن الله تعالى. وفي هذا الشأن يقول الله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللي مش يتراجع يتراجع على نفسه، واللي مش يبخل يبخل على نفسه، ولا ميحبش يبيع ما يبيعش، هو حر. لكن إذن ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما، أي من وفى ومن باع فسوف يأخذ من الله أجرا عظيما. أيها المؤمنون، نحن مطالبون بالبذل في سبيل الله من كل ما نملك، بل من أغلى ما نملك كالنفس والمال والوقت والإمكانيات. ولا يجوز لمسلم أن يبخل على الله تعالى أو على الدين أو على الوطن بما تتطلبه الاحتياجات والضرورات الشرعية والوطنية. أبواب الخير كثيرة وخياني، وكثيرا ما تسمع دعوة للخير أو لفعل الخير أو للتبرع أو للتطوع أو لبناء جامع أو لفرج جامع أو لترميم جامع أو لبناء صومعة أو لمساعدة أرامل أو لمساعدة أيتام، ولكنك لا تجد من يقدم على هذا العمل إلا من رحم ربك، إلا القليل القليل، وقليل من عبادي الشكور. قليل، ربي قال وقليل من عبادي الشكور. قال الله تعالى ها أنتم، ها يا مؤمنين، هاكم، انظروا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. هاي دعوة جاتك باش تنفق في سبيل الله، باش تتبرع في سبيل الله، باش تضحي من أجل الله، باش تضحي في سبيل الله. ينعم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ثم البخيل اللي ما يحبش، فمنكم من يبخل ومن يبخل، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللي مش يبخل روحه مش يبخل على روحه، باش يبخل على روحه بالأجر والثواب بيوم القيامة. ابخل على روحه، استكثر على روحه هيك الجنة، استكثر على روحه الدرجة العليا في الجنة. قال حتى في الباب يزي، لا، ربي وعدك بأعلى عليين في الجنة لأنك قدمت وضحيت في الدنيا. إذن فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. راه ربي غني، ما واش في حاجة لمالك ولا لبدنك ولا لدمك ولا لروحك ولا لنفسك، وربي ما واش في حاجة للعمل متاعك. إذن والله الغني وأنتم الفقراء، هذا جعله المولى لنا نحن وليس له سبحانه وتعالى. وإن تتولوا، وإذا ما حبيتوش تستجيبوا لأمر الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم، ما أوضحها من آية وما أحلاه من كلام،
كلام الله واضح صريح، والله لا يحتاج إلى تفسير أو إلى تعليق، فالآية والكلمات كلها وضوح. عباد الله، إن أكثر الناس تضحية هم الأنبياء والمرسلون، فهم الذين بذلوا في سبيل الله بلا حدود، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وهم الذين ضحوا بكل ما وهبهم الله في سبيل تبليغ شريعته والدعوة إليه ونشر العدالة في الأرض. وكان إمامهم ورائدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان أكثرهم تضحية وأعظمهم بذلا وعطاء، فهو صلى الله عليه وسلم منذ نبوته إلى أن لقي ربه وهو في عطاء غزير. سيدي النبي من لجأته النبوة وهو يعطي لله وفي سبيل الله عطاء غزير غير منقطع، وتضحية وهو في تضحية وجهاد منقطع النظير. قال الله تعالى، انظر ماذا يعلم نبيه، قل أي يا نبي الله علم أتباعك وقل لهم، قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي والنسك كل الأنساك اللي نقوم بها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي ومماتي حتى موتي لله رب العالمين. كل هذا لله، حتى موتي في الله، حياتي في الله، وموتي في الله، وكل ما أملك في الله. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، حيث ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية نصرة للعقيدة والدين، فكانوا أول الباذلين وأصدق المضحين، مما لا يتسع المجال لذكره، حتى استحقوا ثناء رب العالمين حين قال في كتابه المبين، قال سبحانه، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. أشبيكم متراجعين؟ أشبيكم متخاذلين؟ هذا هو معنى الآية، كأن المولى يقول لنا، ما لكم يا عبادي، ما لكم يا مؤمنين، ما لكم يا مسلمين تتخاذلون عن نصرة الحق وعن الدفاع عن الحق وعن التضحية وعن البذل. قلنا نطلب منك، المولى يطلب منك أن تضحي حتى بقليل من مالك، لا كل مالك ولا بدنك، حتى بقليل من المال، من أجل المشاريع الدينية الدنيوية، من أجل الوطن. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.